السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وجولة جديدة. جولتنا النهارده هتكون من درب البرابرة عند أحمد الخواجة، كل ما يخص لوازم رمضان، كلها حاجات جديدة السنة دي أول مرة نشوفها. هنشوف كل حاجة، أسعار وخامات. وكل سنة وانتم بألف خير وصحة وسعادة. بس قبل ما أبدأ الفيديو، انزلوا حالا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس، وخير الناس أنفعهم للناس. ونبدأ الجولة على بركة الله. قلب النهاردة يوم جديد وجولة جديدة. احنا في محل أحمد الخواجة، ده لوازم سبوع وأفراح. بس النهاردة هيكون معانا عرض حاجات رمضان. كل سنة وانتم بألف خير وسعادة يا رب. النهاردة هنشوف كل الحاجات الجديدة رمضان. ازيك يا يوسف الأول؟ ازيك يا مشكلة. الحمد لله. عامل ايه؟ ايه اللي معانا جديد النهارده رمضان؟ كل سنه وانت طيب الاول. طيب. كل سنه وكل المتابعين والمشتركين بالف خير وسعاده يا رب. بصوا هنا كل ما يخص حاجات رمضان بقى، اكياس المخدات، الزينه، كل حاجه. كل حاجه. تمام. هنبدا بيه معانا النهارده. عندك الفانوس دي، ده فانوس اسمه فانوس لوكس، اللي هو فانوس لوكس. على ايدك اليمين ده بيعمل معاك 45 جنيه. 45 جنيه؟ ده من غير لون ولا اي حاجه؟ لا من غير لون، هو ساده كده ديكور بس. بس بيتحط فيه لمبه. اللي عايز يحط بقى لمبه او فرع نور يحط. بالظبط. اللي جنبه اللي هو الاحمر ده، اللي هو اللي فيه الفرو بقى. بص انا هحاول اجيبه لكم برضه. انت معالي من هنا كده. بصوا اللي فيه الفرو اللي هو ده برضه. ده يوسف برضه. ده بيعمل معاك 35 جنيه. ده 35 جنيه بس حجمه ما شاء الله كبير برضه. 35. حلو قوي. عندك اللي هو الصغير ده. الصغير ده. مقاس 20 بيعمل معاك 20 جنيه. ده بيعمل 20 جنيه. والله سعره حلو قوي. تمام. المتر ده برضه. ده الكبير قوي بتاع الشارع بقى ده. حلو. ده بيعمل معاك 85 جنيه. 85 جنيه. ده يا جماعه فاضي ما فيهوش نور، لو انتوا حابين تحطوا له فرع ليد او لمبه. عشان بس معانا ايه تاني بقى؟ فروع الزينه. اللي هي الخياميه المثلثات. الخياميه المثلثات. بتبقى 20 متر ب 20 جنيه. ده 20 متر بكام؟ ب 20 جنيه. ده قماش 20 متر ب 20 جنيه. والله حلو قوي. عندي اللي هو ده الورق. 10 متر. ده 10 متر. ده عامل كام؟ 15 صوره ب 10 جنيه. حلو قوي. ب 10 جنيه برضو ده الورق. عندي كاس المخدات. فنانيس بقى حلو قوي. بيجوا يطمطم. في منها اشكال كتير. افردها لنا بس عيد لبان معانا. دي كيس مخدات، دي عامله كام دي؟ كيس ده بيعمل معاك 25 جنيه. 25 جنيه الواحد. حلو قوي. وفي ناس بتعبيها كمان، ده الستان. فنانيس يا جماعه. بصوا في بيجوا يطمطم، في اشكال كتير منها مش الشكل ده بس. تمام. حلو قوي. عندهم السلك دي، ده بيبقى ثلاث قطع. ده ثلاث قطع، ده ديكور برضو. حلو قوي. ده بيعمل معاكي 30 جنيه. 30 جنيه كبير. ده بيبقى نجمه وهلال والفانوس. حلو قوي. في الطعم بتاعه برضو الصغير. في الصغير. هو بس الصغير بتاعه. عامل كام ده يوسف؟ 20 جنيه. ده عامل 20 جنيه، ثلاثة برضو. فرق 10 جنيه يعني. شايفة الطبلة الصغيرة؟ الطبلة الصغيرة دي ب 8 جنيه. دي ب 8 جنيه، نسكلنا كده بس. في الكبيرة بتاعتها؟ الكبيرة بتاعتها موجودة. دي ب 8 جنيه الصغيرة. الكبيرة بتاعتها دي ب 10 جنيه. الكبيرة دي ب 10 والصغيرة دي ب 8 جنيه، حلو قوي. عندي برضو الاتواب. الاتواب برضو. اللي حابب ياخد هو ويفصل او يقطع هو بقى. بالظبط كده. بالمتر دي. بالمتر، المتر ب 10 جنيه اللي هو الخياميه، واللي عليه الشخصيات ب 15 جنيه. اللي عليه الشخصيات ب 15 والخياميه اللي هو ده. ب 10 جنيه. حلو قوي. المشمع. المشمع بتاعه. ده بيبقى عرضه متر ونص يا يوسف ولا قد ايه؟ عرضه متر. عرضه متر في متر. متر في متر. عامل كام المتر؟ المتر من المشمع ده ب 20 جنيه. المتر من ده ب 20 جنيه، حلو قوي. وشايفه كمان مريالة. مريالة المطبخ رمضان. بص كل ما يخص حاجة رمضان هتلاقوها هنا. ب 20 جنيه برضه. حلو قوي. وفروع الزينة. 10 جنيه الفرع ده. عامل 7 متر ب 10 جنيه، والله حلو قوي. تمام. على رسومات. معانا ايه تاني هنا؟ لسه في عياشة بقى وفي الحاجات. نشوف العياشة وحاجات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. جوزها كده. دوت؟ في عدد كوبايات شايفاها برضو، وفي حاجات كتير قوي. دي العياشة. العياشة دي بلاستيك؟ لا. ولا ماكسي؟ ماكسي. بلاستيك ماكسي. ماكسي. تمام. ب 15 جنيه. دي ب 15 جنيه، حلو قوي. 15. والصغيرة ايه الجمال ده؟ دي ب 20. دي ب 20 بس شكلها شيك قوي. ايه بقى؟ ايه؟ ده فرع نور. ده فرع نور. كم متر ده يا يوسف؟ ده 5 متر. 5 متر عامل كام؟ 20 جنيه. 20 جنيه ل 5 متر. ده هلال ونجمه، حلو قوي ده. حلو جدا. علبه المناديل. حلو قوي. 15 جنيه. دي ب 15 جنيه. اي رسمه من دول بقى ب 10 جنيه. اي رسمه بصوا من اللي فوق ده اللي انا هعمل لكم زوم عليها ب 10 جنيه. بصوا دي حلوه قوي. اي رسمه من اللي انتم شايفينها بقى بكار.
عمي شكشك بوجي وطمطم اي حاجه ب 10 جنيه اللي انتوا شايفينها دي. حلو قوي. الفوانيس الليد دي برده عامله كام؟ الفانوس الكبير ده بيعمل معاكي 50 جنيه. ده بيعمل 50. حلو قوي. الصغير بتاعه ب 30. الصغير اللي هو تحت ده ب 30. طيب قلنا ده اللي هو ب 30. والجامع ده؟ الجامع ده بيعمل معاك 45 جنيه. 45 جنيه. عندي مفارش السفره جاهزه. المفارش الجاهزه برده بتاعت السفره، سفره وانترات موجوده صح؟ كله موجود. تمام. ده بتاع السفره جاهزه. متر في متر ونص. ده بيعمل معاكي 25 جنيه. المتر في متر ونص عامل 25. تمام. وعندك 3 متر بتاع سفره 6 كراسي. السفره الكبيره بقى. حلو قوي. ده بيعمل معاك 65 جنيه. 65 جنيه ده يكفي 6 كراسي. 6 كراسي. ده معمول جاهز بالفرنشه بتاعته بحقه. كل حاجه بس طلع عليه رسومات، في منه الخيميه الساده ب 45 جنيه. الخيميه الساده 45. ولطقم اللي هي متبطنه دي. لطقم النفخ ده، الطعم ده بيعمل معاك 35. 35 جنيه، ده ديكور تعليق. حلو قوي. بس ماشي فايبر برضه. حلو قوي 35. في منه الصغير بتاعه ب 25 جنيه. والصغير ب 25. ثلاث قطع برضه. حلو قوي والله، سعره كويس جدا، محشي جاهز مش فاضي. الكوستر بتاع الشاي ثلاث قطع. ايوه هنا، ما حدش قاعد، ما حدش عارف يتكلم معايا. ده كوستر الشاي. يا عم يا بيه. حلو قوي، عامل كام ده؟ 10 جنيه، ده ثلاثة. ثلاثة شكل واحد. خلاص يا حاج. حلو قوي. ثلاثة من الشكلين. تمام. 15 جنيه أي صورة من دول. أي صورة. على ده بالفيس. ده دي زي الخشب. بالظبط. حلو قوي. رمضان بيحب اللمة، ربنا يجمعنا كلنا على خير يا رب. وفي كمان هنا بوجي وطمطم رمضان كريم، دي عاملة كام؟ دي دي بتتعلق برضه على الحيطة. أي صورة ب 10 جنيه برضه تبع الصور. دي تبع الصور اللي فوق. تمام. في معانا زينة. دي زينة عاملة كام دي؟ الواحدة ب 10 جنيه. ورينا كده واحدة يا يوسف كده، فيها 10؟ فيها 10 صور. ده ماسكين في بعض ولا أنت بتشبكهم بالحبل بقى؟ لا بتشبكهم بحبل. 10 صور عاملة كام؟ 10 صور مختلفين. بكام قلنا؟ دي ب 10 جنيه. ب 10 جنيه والله حلوة، شكلها حلو قوي. تمام. زينة رمضان اختلفت قوي عن زمان. في معانا تاني المخده. المخده 20 جنيه المخده دي ب 20 جنيه جاهزه. بالفرنشه يعني الكسوه من بره بالحشو بتاعها. ب 20 جنيه. ودي افرع زينه قلنا عليها دي صح؟ دي قلنا عليها افرع زينه اللي هي بتاعت العاديه بقى. بتاعت الشارع بقى. عامله كام دي؟ دي تبقى 25 متر ب 15 جنيه. 25 متر ب 15 جنيه. حلو قوي. المكان هنا عموما فيه كل ما يخص المناسبات بعيد عن رمضان يعني. بصوا في حاجات افراح مناسبات كل كل حاجه كل حاجات السبوع برضو هنا. كل حاجه اقرب مكان يوصلوا ليه هنا ايه؟ احنا ببركه. يجوا عند باركي ويسالوا على الشعبان بتاع النجف، احنا قدام شعبان بتاع. بصوا انت اول ما تخشوا من باركي، العنوان انا مصوره باركي كذا مره هحطه لكم برده في اخر الفيديو ان شاء الله. هو هنا قدام شعبان بتاع النجف. بصوا ده المحل اللي قدامهم على طول. المحل اسمه ايه طيب؟ احمد الخواجه. احمد الخواجه، المحل اسمه احمد الخواجه قدام شعبان بتاع النجف على طول اول ما تخشوا من عند باركي. سعادتك معايا يوسف ومرسي على الفيديو ده. شكرا. مرسي قوي. شكرا. انا اخدت كارت واخد لك كارت تاني مش هكسفك برضه. حلو قوي الكارت اهو كمان اللي حابب ياخد سكرين للتليفون او العنوان. ماشي. شكرا قوي يوسف، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا يا حاج، تعبتكم معايا. شكرا.